ليس هناك أجمل من منفذ الربع الخالي لتشارك فيه سلطنة عمان شقيقتها المملكة العربية السعودية الاحتفال بيومها الوطني 92. فالمناسبة سانحة للاحتفال أيضاً بما حققه المنفذ الحدودي من نجاحات متواصلة في أقل من عام على افتتاحه، سواء على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري أو على صعيد تعزيز التواصل بين شعبي البلدين. المسافرون في هذا اليوم عبروا المنفذ الحدودي وهم محملين بالهدايا التذكارية ومشاعر الحب والابتهاج، وشهدوا الاحتفال الذي تضمن لوحات غنائية واستعراضات للفرق التقليدية العمانية ومقطوعات موسيقية وعرضاً للطيران الشراعي. اختيار هذا الاحتفال في المنفذ الربع الخالي إنما يعكس أهمية هذا المنفذ في توطيد العلاقات بين البلدين، وأنه يمثل رافداً حيوياً مهماً للعلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية. وما إقامة مثل هذا الاحتفال في مثل هذا المنفذ وإنما يعكس منفذ الربع الخالي أنه سيكون أيقونة استراتيجية للعلاقات بين البلدين. لقد أسهم منفذ الربع الخالي في ارتفاع معدل التبادل التجاري بين البلدين، وأصبحت المملكة العربية السعودية الشريك الثاني للسلطنة، وبإذن الله ستتقدم العلاقات ويعكس الميزان التجاري ما يملكان البلدان من مزايا نسبية. الموج شهد احتفالية مماثلة عبر عدد من اللوحات والاستعراضات الغنائية والتقليدية العمانية، عبرت جميعها عن الابتهاج باليوم الوطني السعودي وما وصلت إليه العلاقات الثنائية من مستوى متطور في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. المملكة وسلطنة عمان علاقات أخوية راسخة منذ القدم، علاقات دم، ثقافة، حضارة، تاريخ مشترك، ولله الحمد والمنة تاريخ أيضا حديث مفعم بالتعاون والصداقة. سلطنة عمان والمملكة عز وفخر، تحايا وطن، من بلادي إلى السعودية، ليست مجرد عناوين لبعض فقرات الاحتفالية العمانية باليوم الوطني السعودي، لكنها تحمل مضامين عميقة لمستوى العلاقات والتعاون المشترك والتلاحم بين الشعبين الشقيقين ليمضي البلدين معا نحو مستقبل أكثر إشراقا وتقدما على مختلف الأصعدة.